كيف السلوك الجنسي تبع الكبار بيأثر على الأطفال؟ حلقة من جزئين. الجزء الثاني تأثير حركات الحميمة مع الشريك على الطفل. حنحكي عن قصة نشوف فيها كيف طفل ما عنده خلفية بالتربية الجنسية وصل لمشاكل بين حاله بسبب اللي شافه من اللي حواليه. وبحب نوه إنه الأسماء المستعملة هي مستعارة بس القصص حقيقية. كانت قمال البالغة من العمر 7 سنين تجبر أهلها يقعدوا حط بعضهم ويمسكوا إيدين بعض من بعد ما يكونوا خانقوا. بعد كذا مرة وتكرار هالحركات اشتلقوا أهلها إنه مناقرتهم كانت تأثر على قمال، إنها خايفانة تتفكك العائلة، فلما كانت تجمعهم كانت تحس بأمان وبالتالي بتفكر إنه هي صالحتهم. الأهل لازم يعرفوا إذا تناقروا قدام ولادهم لازم كمان يتصالحوا قدامهم، وفريد عليهم يتفقوا ويفرجوهم حنان غير جنسي بين بعض يلي حيساعد الولد يفهم إنه المناقرات ما رح تفكك العائلة دغري، وإنه مش مسؤوليتهم هن يحلوا مشاكلهم. روهان بطل قصتنا التاني. روهان عمره 12 سنة وكان يقلق كتير على علاقة أهله سوا، ودايما كان يسمع أمه عم تعيط وتقول هيديك المرة لبيو، وبيو كان يقول قرفت وزهقت منك ومن نقك. روهان كان يقف على الزاوية ويشوف قديش أهله قراب أو بعاد عن بعضهم، وإذا كانوا عم يناموا على نفس التخت أو لا، وبس يشوفوا المسكين قدام بعض بحس براحة وطمأنينة. مرة من المرات روهان كان مسؤول عن تصوير العطلة العائلية وكان دايما يطلب من أهله يتصوروا حد بعض، بيو حاضن أمه أو أمه نايمة على صدر بيو، ويطلب منهم يبتسموا ويتطلعوا ويبوسوا بعض. ببال روهان انه هذه الامور رح تصالح العلاقه طبعا، لمس بعض وقربهم سوا. لازم نوضح للاولاد انه اذا شافوا شخصين سوا، شريكين او حبيبين، عم يعبروا عن حبهم وامتنانهم لبعض من خلال كلمات تشجيع او لمسات حميمه، انه هيدا حيصب بخانه ايموشنال انتيميسي، الحميميه العاطفيه. بس بنفس الوقت من الضروري انه الطفل يشوف كمان لما الكبار يتصالحوا ويعتذروا من بعض، لأن نموذج من التواضع والحب بالعلاقة مهم جدا. لمس الغير جنسي مثل مسكة الإيد، وضع رأس شريك على كتف شريكه والعبطة، كل هول مش ضارين وبيخلقوا قدوة لنموذج صحي للعلاقات بين الشريكين. بس يشوفوا الأطفال أهلهم حنونين بهالطريقة بتخلق بنفوسهم شعور الأمان والاستقرار. بالختام صار فيها نرسم ترسيمة واضحة بين السلوك الجنسي والسلوك الغير جنسي والحميم بنفس الوقت، وبالتالي لازم الكبار ينتبهوا شو بيعملوا أو بيحكوا قدام الأطفال وآثار خياراتهم بس يتفاعلوا مع بعض قدام. أنا نجنة زي وعم نزل فيديوز عن التربية الجنسية، بليز دعموني ليوصل أكبر عدد ممكن برأي أكتر. هذا الموضوع كتير مهم، ما تستحوا، لازم نعرف.